تعالوا نتعرف مع بعض على الكتب الأكثر مبيعاً للأسبوع اللي فات، أو نشوف مع بعض تقرير بيست سيلر زي ما حضراتكم متعودين، ونرجع نبتدي حلقتنا معاكم على طول. يحكى أن يقدم لكم الكتب الأكثر مبيعاً، وذلك في حلقة جديدة من كل أسبوع نرصدها لكم طبقاً لما نوهت عنه دور النشر على صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي. تنوعت كتب هذا الأسبوع بين الترجمات الأدبية والروايات وكتب التنمية البشرية والتاريخ. تصدر كتاب فن قراءة العقول للكاتب هنريك فيكسوس ترجمة صامويل خيري مبيعات هذا الأسبوع، وترجم هذا الكتاب إلى 35 لغة. ثم يحتل المركز الثاني كتاب وقائع عربية للكاتب محمد المنسي قنديل، ويتحدث عن حكايات من التاريخ وعن شغف وخلاصة التجربة الإنسانية. تأتي في المركز الثالث رواية القطائع للكاتبة ريم بسيوني، وهي رواية تاريخية ثلاثية تدور في عهد الحاكم أحمد بن طولون. ويحتل المركز الرابع كتاب أحببت وغداً للكاتب الدكتور عماد رشاد عثمان، ويتحدث فيه عن الشخصية النرجسية بكل جوانبها وعلاقتها بمن حولها. تختتم قائمة الكتب الأكثر مبيعاً برواية سيدة الزمالك للكاتب أشرف العشماوي، والتي تدور أحداثها في إطار تشويقي حول جريمة قتل في حي الزمالك.